حاب يدخل في المسألة هذه. المسألة هذه هو نعم. لازمنا نفهموا اللعبة الجيوستراتيجية اللي موجودة. أيوة. كانت السعودية معناها قريب تطبع مع إسرائيل. بالضبط. وعليش حب تطبع مع إسرائيل؟ لازمنا نسأل. سي محمد بن سلمان هو مازال صغير. أيوة. 32 سنة. بالضبط. أعتقد. أيوة. يموت على التكنولوجيا. أيوة. عنده زوز بلدان يعمل فيها. نيوم ذا لاين. حاجته بالتكنولوجيا الإسرائيلية. زوز مدن تكنولوجية يخدم فيها. زوز مدن مهولة 500 مليار دولار يستثمر فيها محاجته بالتكنولوجيا وبالمعرفة الإسرائيلية. حكى ليش يحب يطبع أو حاول يطبع مع إسرائيل. دونك اليوم كي يعمل مهرجان هذه هو إشارة. إشارة. باش يقول له رانا أحنا مهما كانت الحرب رانا أحنا مستعدين باش نقدموا في التكنولوجيات في القدرات متاعنا. ورانا احنا حرب غزة هذكم قضية فلسطينية على رواحهم واحنا عندنا قضاياتنا اخرى نحبوا التطور. يعني رسالة محسوبة. انا عجبني يعمل الشعر متاعهم عملوا باللغة العربية. هي. تعرف اللغة العربية هي لغة حرب. هي بالعربية احنا شزنا معناها القارات. نعم. معناها جبنا اقوى حضارة. المعجزة في القرآن هي اللغة العربية. نعم. وهما اللي يمثلوا اللغة العربية ويمثلوا العروبة ماهمش هنا مال الدار. يها قلت لي يحبوا على التكنولوجيا يا دكتور. مش يحبوا على التكنولوجيا، الملك نتاعهم ملهم بالتكنولوجيا وما بتعرف ال سعود. انت الخبير في هذا العالم. سعود. يعني المسك باسباب التكنولوجيا يمر ضروره عبر 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 البوابه الاسرائيليه. تعطيك حاجتين سهلين. الملك فيصل عام 73 ما عمل امبارجو قال ما عادش نبيع البترول. لكن كانت خدعه. علاش كانت خدعة؟ كانت خدعة خلصناها احنا العالم اجمع ثمن باهظ. علاش؟ أول خدعة كان البترول محرم على الناس كل إلا على الأمريكان ياخذوه باش يقنبلوا الفيتنام. يدخلوا ياخذوا البترول جراتيوت ماهو يقنبلوا بريطمان هو محرم على الناس كل. هذه حاجة الأولى. ثاني حاجة كيسنجر اللي هو المنظر نتاع نيكسون. نعم. اللي مازال ينظر إلى يومنا هذا حتى في حرب غزة. اللي هو مجرم. سي كيسنجر هذاك أعطاه فكرة الملك فيصل. خاطر عندهم سكون ابل لي زاكور دي كوينسي ما بين السعود ال سعود والامريكان. قالوا ان عملوا حاجه غدوه اول حاجه انت ما عادش تبيع حتى قطره بترول الا بالدولار. خرق له بترو دولار اللي خلت امريكا تحكم في العالم اجمع. ثاني حاجه امريكا عملت بريتونوس ونحات لا كونفرتيبيتي دولار اور. الناس كل ما عادش تنجم تاخذ ذهبها. بهذاك أعطاه قوة ساطعة للأمريكان. نعم. وقعد هو في الحكم هو وآل سعود إلى يومنا هذا. نعم. معناه يستفي. معناه عادي إنه وقت يطفى الغزة يموت والصور هذه. يستفي حاجة برك. رجع حملي. معناه عادية ماشية في رياض. يستفي يعني حاجة برك يعملها آل سعود. مش استهتار محسوبة الحكاية. محسوبة. يستفي حاجة برك يقول ما عادش البترول تشري بالدولار. تقول هي من الكل تيح في الماء. به ارجع لي جاوبني قبل ما نمشي لهنا. لا لا سمح لي سير سيدي ارجع لي لقصة التكنولوجيا. قلت لي راهو حاجته عنده زوز مدن تكنولوجية. انا قلت لك يا اخي التكنولوجيا اليوم الاخذ باسبابها يمر ضرورة على البوابة الاسرائيلية تشوفها. فما حاجة اخرى لازمك تفهموها باقي نحكيوا على جيوستراتيجية. اللي اسرائيل كي خرج هو نتنياهو في الاونو الامم المتحدة ورا خريطة. ورا خريطة اللي هو منين باش تعدى ان كانال كونكورون لكانال دو سويس. بالضبط. ومش عاد منين انتر اوتر السعوديه. دونك اللعبه جيوستراتيجيه داخله فيها قطر وداخله فيها السعوديه وداخله فيها اسرائيل باش يزاحموا لو كانال دو سويس. بالضبط. باش تولي اسرائيل هي المفتاح نتاع الكوميرس مونديال. يمكن فما 40 ولا 50% من التجاره تتعدى من كانال دو سويس. نعم. دونك نحرموا نحرموا مصر من كانال دو سويس نتاعها ونوليو نعملوا يعني عادي. يعني المساله اكثر معناها تصور ابعد برشا من يا الاولاد عيب وكذا وواحد مدري شنو. نجيب نختلف 180 درجه مع الدكتور. تفضل. يفهم في الذكاء الاصطناعي. أي. في السياسه لانه ولي عهد محمد بن سلمان تقريبا بدا في تحديث العربيه السعوديه. نعم. وهذا العلم كل شدوا به والعالم العربي وماشي مع الوهابيه ما عادش هي المسيطره على العربيه السعوديه. في السعوديه فما زوز عائلات. فما عائله ال سعود وعائله ال الشيخ. ال سعود العائله بتاع السياسه وقال الشيخ العائلة بتاع الدين. العائلة الوهابية. وهابية. عائلة الشيخ العائلة الوهابية بتاع الدين. نعم.
باقي ما فهمتش وين الاختلاف. ها هو وين الاختلاف. تركي آل الشيخ اللي عمل تركي آل الشيخ اللي يفرق في الجواز وعاملها باش يبين اللي هو ما عادش الوهابيه كالدين المتطرف هو العمل. العمليه دي ما فيهاش محمد بن سلمان ولي العهد. شكون قال لك نجيب؟ ما ما ظهرش اخي، ما انا نعدل على صور عملها لا لا ولا سكه. لا سامحني انا عائله في الظرف هذا العمل مش مع بعض مش مع بعض انا ما قصيت على حد. قال الشيخ هو العائله الدينيه في السعوديه تحب تبين اللي هي ما عادش متطرف، تحب تبين للعالم الشكور اللي هي اللي ما عادش هي وهابيه حاجه تخص. واضح. انا ناكده لك اللي السعوديه وخاصه ولي العهد محمد بن سلمان مش من جفير التطبيع. علاش مش من جفير التطبيع؟ لانه في شروطه باش يتبع شنية اللي العربيه السعوديه تولي دوله نوويه. اسرائيل ما تقبلش اللي العربيه السعوديه تولي دوله نوويه، معناتها هي ما تنجمش تقول لها مباشره تحبني نتبع اعطيني دوله نوويه. اسرائيل مستحيل تعطي العربية السعودية دولة نووية. واضح. على ذلك فمش تطبيع. ليش قالوا؟ لا هو يقول أنه الآن المصالح متشابكة بين الدكتور. أونتروتر اللي يحكي فيه أنا راه مش متعارضين. أونتروتر الملف متاع النووي موجود ما بين إسرائيل والسعودية. موجود على الطاولة على خاطر هي ما تحبش زاد السعود معناها السعودية تطبع مع إيران. دونك هذاك الكل ملفات مشعبة. وفما مصالح قبل كل شيء جيوستراتيجية نووية إلكترونية نفطية وتجارية وهذا الكل تتخلط عمل لك شكشوكة محرحرة. الصهاينة قويين في التكنولوجيا؟ سيدي العزيز في كلمة في حاجة من, 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 من أنظمة متطورة جدا في العالم تعملها أمريكا مع إسرائيل تولي ترافو دو ريشيرش ميليتير يعملوا فيها مع بعضهم. الستوك ميليتير متاع أمريكا موجودين في إسرائيل اليوم. إسرائيل تجبد البويز دي ستوك ميليتير اللي حطتها أمريكا روحها. علاش؟ على خاطر انتروتر طورتها مع اسرائيل. لو بروجي اف 35 من اقوى لي بروجي اللي موجودين 20 مليار دو ريشيرش ديفلوبمون موجوده ما بين اسرائيل وامريكا. معناها الذكاء الاصطناعي من اقوى الانظمه عندك الصين امريكا روسيا اسرائيل. تو نرجعوا هذايا عندنا تيم كامل.